ولكن دكتور خليل، دعنا لا نمر من على هذه النقطة. هل روسيا فعلا تحتاج إلى سبب، إلى أن تنشئ سبب من أجل أن تتوغل بشكل أكبر في الحرب؟ هي موجودة في الحرب وعندها ألف سبب يعني. تماما، ولكن هي تريد أن تسكت الأصوات التي بدأت تتذمر داخل القيادة الروسية وتبرير الإخفاقات. هناك تضارب الآن في داخل القيادة الروسية، هناك من يرى أن هناك إخفاقات يلوم بها وزارة الدفاع، هناك من يعني حتى أقرب المقربين رئيس شركة مؤسسة بانكر أيضا تذمر من الوضع والخسارات الروسية. لذلك هي عبارة عن سبب لما قامت به من إجرام اليوم بقصف المنشآت المدنية، وهذا وطبعا كالعادة روسيا قالت أنها قصفت المنشآت العسكرية. أين هي المنشآت العسكرية أمام جامعة شيفشنكا، أمام البناء الأحمر لجامعة شيفشنكا؟ أين هناك مقرات عسكرية؟ لا يوجد أي مقرات عسكرية في هذه المناطق التي تم قصفها، عبارة عن أحياء سكنية ومتحف وجامعات، وبالتالي هي تزيد في الإجرام سواء في كييف والمدن الأخرى، لفوف وكثير من المدن.